جعلتني أكون في حيرة من أمري من خلال ما تطرحه. يعني أنت ذكرت بأن الغرب يتعامل مع العراق وفق مبدأ الـ checking balance. زين، إذن هذا يعني أن الغرب يحبذ أن تكون هناك حكومة توافقية كي يخلق البالانس، التوازن بين القوى السياسية. ولكن الحكومة التوافقية، بعض أطراف المنادين لحكومة توافقية هم معارضون للولايات المتحدة. نعم، عندما نقول الغرب هي كلمة عامة، رؤية بريطانيا مثلا وأمريكا أهم اللاعبين في داخل العراق مختلفة منذ البداية، منذ 2003. بريطانيا تتعاطى مع القوى الحاكمة والرموز. أمريكا كانت تريد إنشاء نظام ديمقراطي، وحتى عندما عجزت بقيت تنادي ولو نظريا نحو نظام ديمقراطي، ولكنها واقعيا تعاطت مع أي ما يفرزه الواقع العراقي على أمل أن يتحسن الواقع. إذن لدينا جهتين مهمتين مؤثرتين، بريطانيا وأمريكا. بريطانيا دوما تبحث عن التوافق وتبحث عن عقد الصفقات، وهذا ما أنتج أهم عقود بريطانيا في العراق من بيبي وغيرها. في بريطانيا لا تهتم كثيرا إلى تأسيس نظام ديمقراطي، لأن أصلا هذه الفكرة هي فكرة أمريكية كانت داخلة العراق. أمريكا تريد نظريا أن تؤسس لهذا الأمر، ولكن إذا حصلت الإرادة العراقية وتغلبت على هذا الحلم وهذا الأمل الأمريكي سوف تتعاطى مع الأمر الواقع، ولكنها سوف تبقى تأمل أن ينشأ نظام ديمقراطي حقيقي، لأن فكرتها هي التغيير بأكمله في العراق، كانت تأسيس نظام ديمقراطي نموذجي على أمل التصالح مع شعوب الشرق الأوسط، وعلى أمل أن تستورد التجربة في داخل دول الشرق الأوسط. هذا هو المنهج الأمريكي الذي جاءت لأجله منذ البداية وتحلم به، ورغم تعثره سوف يبقى يعني في داخل أمريكا. نعم. هذا الهاجس وسوف يستورد الحزب الجمهوري أن ينشأ نظام ديمقراطي حقيقي، وأن تجربته في العراق ينتج منها نظام ديمقراطي. فإذا عندما تقول كلمة الغرب، السؤال كان عاما، ولذلك يجب أن تأتي الإجابة بشكلين، الشكل النظري والشكل الواقعي، وهذا هو الفارق بين طيب فيما يتعلق بتحالف إنقاذ وطن في المقابل سيد رمضان، هل لا يزال الوقت والدستور يسريان لصالح تحالف إنقاذ وطن؟ هل لا يزال التحالف مسيطرا على الموقف حتى مع صمت التيار الصدري؟ أنا أعتقد التيار الصدري أو ربما تحالف إنقاذ وطن بأكمله رمى الكرة هذه المرة في داخل الإطار، لأنه في البداية وضع أمام التحدي، والمحكمة الاتحادية يعني فسرت الدستور بطريقة أنا أعتقد هي كانت غير موفقة في مسألة اختيار رئاسة الجمهورية، وبالتالي أحرجت العملية السياسية بتفسيرها. هذا أولا، خيار الثلثين هو ليس شرط وإنما خيار، ثم الدستور تعامل مع نتيجة هذه الخيار بغض النظر عن الأسباب، وقال إن لم يحصل هذا الخيار فالخيار الثاني الأغلبية أيهما أكثر عددا، وبالتالي الدستور واضح وسلس في مسألة تشكيل الحكومة. الحكومة المحكمة الاتحادية جعلت من خيار الثلثين شرطا وهو ليس شرط وإنما خيار، وبالتالي الإطار استفاد من هذا التفسير طبعا بفكرة الثلث المعطل. اليوم التيار والإنقاذ هم أكثر انسجام فيما بينهم في رؤيتهم، وبالتالي هم يعني تحملوا وزر المسؤولية وظهروا وكأنهم عاجزين، رموا الكرة بوجه الإطار. السؤال، هل ينجح الإطار بجمع الثلثين؟ وإن لم يحصل على جمع الثلثين، هل سننتهي إلى انسداد سياسي؟ نعم، سننتهي إلى انسداد سياسي. من يتحمله؟ أنا أعتقد تفسير المحكمة الاتحادية هو من سيتحملها في نهاية المطاف، أو دور المستقلين بشكل عملي. أعتقد هي أيضا محاولة سياسية أخرى سوف تضع الإطار في واجهة المشهد، فإن نجح في تشكيل حكومة سوف نواجه تحديات أخرى. الاحتقان في الشارع أشك أنه سيبرد، لأن حكومة الائتلاف سوف تعمل على التوافق وسوف تعمل على غلق كثير من الملفات والسير بالبلد مع حكومة متصالحة والشعب الناعم.